الأحجار الكريمة التي تتواجد في المغرب هي تتواجد في مدينة واحدة لا غيرها، هنا هي مدينة ورزازات. ولا أقصد بمدينة ورزازات يعني المدينة، ولكن نواحي إقليم ورزازات. وهذه هي المنطقة الوحيدة التي جاءتني منها أحجار جميلة ولها قيمة. فإذا كنت في مدينة ورزازات فأنت محظوظ، هذه الأحجار موجودة في الجبال. أنا شخصيا لم أطلع عليها مباشرة، لكن توصلت بها وهي موجودة عندي وعندي عينات منها. فمن شاهد هذا الفيديو ويريد أن يطلع عليها مباشرة حتى يعرف النوع الذي سيبحث عنه، فما لا يوجد مشكل، تواصل معي، سأرسل لك صور في الواتساب أو تأتي تنظر أحجار مباشرة. فركزوا على هذه المدينة، أحجار زرقاء صغيرة، من وجدها فليتواصل معي مباشرة، يرسل لي الصور الأحجار التي وجدها. فإذا تبين أنها هي نفسها الأحجار المطلوبة فالشاري موجود ومضمون. من يتواجد خارج ورزازات أنصحه بعدم تضييع وقته والذهاب للجبال في ورزازات والبحث هناك، لا تبحث في أي مكان آخر. من يبحث عن الأحجار الكريمة، من يبحث عن الثراء والمال الكثير، فليذهب لورزازات ويبحث عن الأحجار الزرقاء. كيفية بيع الأحجار الكريمة؟ كما قلت لكم، معظم الناس يعانون أو يقول أنهم يعانون من عدم وجود الأحجار الكريمة، وهذا خطأ. فالأحجار الكريمة، أو بل أقول أنه يقول لا يوجد مشتري، مشتري موجود ومضمون، ولكن يجب أن تجد الأحجار المطلوبة. فبالنسبة للمغاربة توجهوا مباشرة إلى هذه المدينة التي سبق ذكرت لكم، ومن يريد معلومات أخرى وتفاصيل يتواصل معي على الواتساب وسأعطي التفاصيل الدقيقة وأعطي حتى التكوين حتى يعرف الأشياء التي يبحث عنها.